شعري. معمل دواء فكرة حلوة ظريفة. ايه طبعا كتير ظريفة، لكن بدي افتح بقالية فرنجي واقعد دابل قلبي مع الزباين انا. لا لا معك حق، يعني هو الواحد بيبدأ كبير بعدين بيطلع. انا هيك بحب. والعريس؟ انو عريس؟ لا يعني قصدي هذا التفكير وهذا المنطق اكيد هيك فيه شريك. انا مالي بهذا الوارد بنو، بزنس از بزنس، لا عريس ولا مشروع، هيك مرتاحة. معقول يعني نادية حلوة وبنت عمو صفوان و... لا تزعل مني حازم، بس هذا التفكير كتير رجعي، يعني مو معقول الوحدة إذا عليها شوية ضوء بتطلع بتفوت ضروري يكون. لك لا لا لا، وين راح تفكيرك؟ أساسا أنا مع الحب والعلاقات، شو بدها تخرب الدنيا؟ أنا مو فارقة معي أصلا. شو يعني مو فارقة معك؟ إنه أي حدا يعني أي عريس؟ لا طبعا، بس المنيح قصدي المناسب ما بيخبي حاله، سواء كان صديق أو حبيب أو زوج. يعني ما عندك مانع بزواج تقليدي؟ إذا مو مخبي حاله أكيد ما عندي مشكلة. سوري. ألو خير يا أنسة، شو في؟ كيف يعني ممطابق؟ شو عندي 1000 توقيع أنا؟ لا لا لا، بدي يوم التنين يكون المبلغ بحسابهم. لازم يعني لازم، شو عم بحكي أنا؟ ماشي ماشي، جاي جاي، باي. هاي ضريبة رجال الأعمال. معك حق، يلا بشوفك. عن إذنكم يا جماعة. يعني اللي صار اليوم كيف ما فكرت فيه بتلاقي ما فيه إهانة. هروة الله يرضى عليك، لا تنفخي بالمواضيع والكبرياء. لكان شلون بتفسر روحت حازم هيك فجأة مع أنه اليوم عطلة؟ البزنس هيك بده، وانت اللي بتعرفي. لك أنا كم مرة سافرت هيك فجأة بقى نزلي على المكتب شغلي عارضة. ما بعرف، حاسة إنه القصة فيها تركيبة. أساساً أي زواج تقليدي تركيبة. إيه بعرف، ما أنت خبرتني، بس ما بعرف، حاسة إنه عم يتعاملوا معنا وكأنه طلب إيد نادية فرصة إلنا. شبنا أروى مالك صديق عمر، شبنا. إيه بس أنا وفاتن مو كتير. ها بس الواضح إنها بتحبك. أنا ما بصدقها، أي وحدة هبلة وسايقة فيها، نسيت مين هي وعايشة بأوهامها. يمكن كلامك مزبوط، بس نحنا كمان هيك عايشين بأوهامنا ومظاهرنا. إيه بس وقف، لقلك نحنا ما نسينا، لا ما نسينا مين نحنا. بس ولادك نسيو. بعدين ليش نحنا لازم ننسى قصة حازم وليليان؟ معروفة. هلا بيصير إنه اثنين يحبوا بعض ويتركوا، وشو عرفنا ما يرجعوا لبعضهم؟ أو يتركها ستبنة خليلة أو عشيقة تانية. هلا ليش عم تحكي عن مخلوقة وكأنه داشرة؟ ليش ما بتقولي عم بتحب مثل غيرها؟ لأني بعرف هيك نمر. حبيبتي نحن من إمتى مفكر هيك؟ على كل ما صار شيء، يمكن إذا عرضنا الموضوع على نادية ترفضه من أساسه، شو بيعرفنا؟ لا يو، أعوذ بالله، ما رح أخليك فرصة تروح علينا أبداً أبداً أبداً، كل شي لحال. شوف بابا، أنا واجبي إني أحميك مثل ما حميتك بدراستك وتربايتك وهلأ بشغلك. أنا بعرف إنك عم تتعب بالشغل، بس تذكر إنك اشتغلت ولقيت كل شي عالجاهز. بعدين بابا حتى لو تعبت عادي، هاي طبيعة البزنس تبعنا. بس شو خص ليليان بالموضوع؟ شوف، طول ما عم تسعدك وتفرحك أنا ما عندي مشكلة، بس إنها تزعجك أنا مضطر أتدخل.
وعلى فكرة أنا انزعجت من انسحابك من غدا المزرعة. بابا أنا عن جد تعبان، جرحي طري. أنت بتعرف إنه أنا بطيعك دائما، بس مجروح. حازم، شو هي مجروح وجرحي طري وتعبان ومتضايق؟ هذا حكي ناس متخاذلين وضعفة. عيب. اسمع ابني، هجوم على الدنيا، افترسها. بعدين أنا ما عم قلك اتجوز هلا. يا أخي رافقها، صاحبها، اخطبها. ومن هون لوقت الجواز لكل حادث حديث. يلا شد حيلك، بدي إياك تكون رجال وقت حالك. هجوم على الدنيا، هجوم. بس بدي كم يوم هيك فترة شوي لارتاح. ماشي، سافر برات البلد يا أخي. رحلك يومين ثلاثة على بيروت، على أي محل، غير جو وارجع حازم اللي بعرفه واللي أنا ربيته. حازم اللي بيهجم على الدنيا، مو الدنيا بتهجم عليه. هلا بصراحة أنا اللي كنت حابة أروح على مزرعة عمو مالك. بتعرفي انه هذا عمو مالك بيكون عديله لحسام ابن خالتي؟ اه والله؟ ايه، بس حسام يعني مو وزير، وبنى حاله هيك بعرق جبينه يعني بشكل عصامي. مو مهم، الفكرة انه كنت حاسة حالي عم بحضر خبر تلفزيوني وانا قاعدة، يعني ما كنت فاضية لهدول الشغلات.